في لقطة مختلفة حصلت بقى مع أبو صلاح في المباراة، طفل مشجع لفريق ليفربول وجه رسالة للنجم محمد صلاح مكتوب عليها أبي بطل لكن صلاح ملك. دي لقطة يعني بتورينا قد إيه محمد صلاح فعلا معشوق الجماهير كبار وصغيرين. وطبعا شفنا فيديوهات وصور كتير جدا الفترة اللي فاتت، حتى الأطفال صغيرين كلهم بيحتفلوا مش عارفين ينطقوا اسمه حتى مظبوط لأن هم سنهم صغير، لكن محمد صلاح بسم الله ما شاء الله عليه مولع الدنيا في إنجلترا بالمعنى الحرفي للكلمة.